دي لابسه فستان عليه القيمه اللي لازم يا يبقى واسع من فوق يا ماسك من تحت، شكلها مقرف. الاكتر من كده بقى انها دايما فاكره نفسها حلوه، ودايما بتتكلم على كل حاجه حلوه فيها وما بتتكلمش خالص على موضوع التخن ده. دي لو بصت بس في المرايه وشافت منظر كرشها مش هتنزل من بيتها، دي اخرها تقعد في البيت. انا نفسي اعرف واحده زي دي بتشتغل ليه اصلا. هو الناس بتفكر وهي بتتكلم واقع الكلمه اللي قدامهم ايه؟ انت تخينه، كلمه دايما بسمعها. مثلا لما كنت اروح اقدم على شغل واترفض عشان تخينه بيعاملوني على اني معاقه. طب حضرتك عرفت منين اني مش هقدر انجز؟ يوم ما عرفوا ان انا حامل ما صدقوش، عشان فاكرين اني مش هخلف، اني مش هقدر اخلف. بيستكتروا عليا حياتي مثلا، ما يعرفوش انا بعاني قد ايه. دايما بيعلقوا على شكلي، دي بلغط، دي بكرش، هو حبها على ايه؟ احب اقول لكم ان ايام الجامعه انا كنت حاجه من اتنين، يا ماما يا اخت، وعمري ما كنت حبيبه. لكن محدش اهتم ابدا انا حلوه في ايه. حتى بناتي وهم صغيرين في السن ده وصفوهم بابشع وصف ممكن يتقال لهم في وشهم، انت عجله زي امك. على فكره انا وبنتي مش رجول، احنا بنعرف نضحك كويس. لما كنت بركب مواصلات لازم اسمع وسعي ياما، عن اذنك يا حاجه. ده حتى واحد مره قال لي يا خالتي. يا ابني ده انا ده عندي 35 سنه وما سلمتش من مد الايدين حتى وبناتي معايا. لما كبرت اكتشفت اني كنت بزعل علشان لسه مش فاهمه الدنيا. ايا كان شكلي الناس قالت، الناس هتقول، والناس بتقول طول الوقت. عشان كده اللي بيديني لقمه يمنعها. انتقادك على الفاضيه والمليانه بيأذيني وبيأذي كتير غيري. قبل ما تقولوا عليا تخينه او جته بصوا لنفسكم الاول. تيجي نضربه؟ ماشي تعال. يلا يا ابو نضارة قعر الكوباية. انا هقول للاستاذ اصلا يمشيك، انا مش عارف هو جابك معانا ليه. عامل لنا فيها دحيح بشعرك ده. يلا يا ابو قعر الكوباية. يلا يا ابو نضارة قعر الكوباية. انا هقول للاستاذ اصلا يمشيك، انا مش عارف هو جايبك معانا ليه. عامل لنا فيها دحيح